حضوركم المتكرر في هذا المقر يدل على تسارع الأحداث وتفاقمها، ومع كل حسب حالة من التعفن داخل كلها تونس. احنا اليوم دعوناكم لتناول موضوع الاعتقالات اللي تمت في الأيام الأربعة الأخيرة. وقع تكلمني بشوية ولا نعم تكلمني بشوية كده من فضلك نقل مباشر. إذا خلال 4 أيام وقع اعتقال 8 شخصيات من الصف الأول، السيد خيام التركي السياسي المعروف، والسيد والسيد عبد الحميد الجلاصي النائب بمجلس نواب الشعب، والسيد الأزهر العكلي المحامي المعروف الوزير السابق، السيد نور الدين البحيري وزير العدل السابق، السيد كمال طيب رجل الأعمال المشهور، السيدين بشير العكلي وطيب راشد قاضيين ساميين بقطع النظر على ما يمكن أن توجه من تهم القضاء العادل الذي لا يتأثر لا بالسلطة ولا بضغوطات الرأي العام، هو الذي يفرز الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأخيرا البارحة مساء اعتقل السيد وليد جلال. كل هذه الاعتقالات تمت بنفس الطريقة، باقتحام المنازل بأعداد كبيرة من أعوان الأمن. كنت شاهدا على إحداها حينما بلغني والأستاذ رضا بالحاج أن بيت سيد كمال طيب وهو صديق وقع اقتحامه، تحولنا إلى المكان ووجدنا أعداد غفيرة شخصية مقدرها بما لا يقل عن 60 إلى 80 عون أمن، واقتحموا البيت وفتشوه واقتادوا صاحبه وهو يرتدي بيجامة إلى محل الاعتقال. نفس هذا السيناريو وقع بالنسبة لكل من وقع اعتقال، بل أن في بعض الحالات مثل حالة السيد نور الدين البحيري وصلت حد التعنيف المادي له ولابنه لنجم. إذن هذه الإجراءات العنيفة تمت بدون سند قانوني لأمر بسيط، هو أن التفتيش والجلب في القانون التونسي يجب أن يتم وفقا لبطاقة قضائية، والسلطة القضائية الوحيدة المخول لها هي سلطة قاضي التحقيق، فيجب أن يكون هناك قاضي تحقيق مدعى حتى يتمكن من إصدار هذه البطاقات. وقاضي التحقيق لا يمكنه إصدار البطاقات إلا بشروط، فلا يقع جلب ذي الشبهة بالقوة إلا إذا وقع استدعاؤه ولم يستجب، قبل ذلك لا يمكن جلبه بالقوة. إذن استند على ما دعي بأنها أذون من وكيل الجمهورية، ووكيل الجمهورية غير مختص لأنه لا يباشر هذه الأعمال إلا في حالات التلبس، وحالات التلبس وأن تقع جريمة حينية ويقع إلقاء القبض على من قام بها، وفي تلك الحالة مأمورية الضابطة العسكرية يقومون بكل التحريات التي تعود إلى قضية التحقيق. خارج حالات التلبس لا وجه لا لاقتحام المساكن ولا لتفتيشها ولا اقتياد من يشتبه بأنهم قاموا بجريمة. سيتناول الأستاذ سمير ديجو الكلمة لإلقاء ضوء على حقيقة هذه التهم. إذن تمت في ظروف متاع خرق صارخ للقانون، ونسمع البارح الرئيس في لقائه مع وزير التجارة أو في لقائه مع المسؤولين الأمنيين ويتكلم على أنه يشوه الإجراءات، لكن هو يتعامل على من الدولة يتحمل كل وجه غدوة. يعني احنا وين؟ احنا في دولة القانون او في دولة الانفعال؟ في دولة القانون التآمر على امن الدولة راهو التقارر بنص القانون. سمعتوا تقارر زوز فما اكثر يتفاهموا باش يبدوا هيئة الدولة، وباش بالعنف
مش باش يبدلوا هيئة الدولة بالانتخابات وبالعمل السياسي السلمي، لا، إذا كان يتقررون على تبديل هيئة الدولة بالعنف. ثم إذا ما تقرروا يبدأ التدرج في الحكم، بينما تبقى فكرة في مخهم بين يبدأوا في الأعمال التحضيرية بين يسرعوا في التنفيذ، وكل هذه محطات ولها أوصاف ولها إجراءات. فالقول أن هناك تهمة بالتآمر على أمن الدولة وسترون أنه لا وجود لأي تآمر لأمن الدولة، تستباح الأعراض وتستباح البيوت ويقتاد الناس ويتعرضون إلى العنف، ثم يقال الحقوق والحريات مصانة، ومن اقتيد من أجل رأيه، سترون من اقتيد من أجل رأيه بالوقائع الدامغة. إذن هذه الأشياء أيها الأخوات والإخوة تتم في ظرفية صعبة جدا بالنسبة لتونس وبالنسبة للسلطة القائمة. هناك حالة اختناق تام، أزمة مع صندوق النقد الدولي ليس لها أفق، وتونس في الدرجة الأخيرة قبل الإفلاس الرسمي. المواطنين يكابدون في حياتهم اليومية انقطاع المواد الأساسية والأدوية والتهاب أسعارها. الأزمة الخارجية تشتد وشملت الجزائر الآن، وراوا حقيقة موقع الأسبوع الماضي ليست سوى القطرة التي أفاضت الكأس بين البلدين. هناك حرب فتحت على الاتحاد العام التونسي للشغل، وهذه حملات الاعتقال التي تدل إن دلت على شيء فعلى تخبط السلطة وعلى محاولة لإلهاء الناس بمثل هذه الافتراءات حول وجود مؤامرات داخلية وخارجية وغيرها. هذا التخبط وهذا اللجوء إلى القمع لن يفيد السلطة شيء، لأنه سيزيد الأمور تعفنا كما قلت، وهو لن يوجد للمواطن لا السكر ولا القهوة ولا البطاطا في شهر في شهر في شهر رمضان، حسب ما صرحت به البارح وزارة التجارة في منطقة بن عروس. نحن نعيش جفاف خطير يهدد بأن لا تكون لنا خضر ولا ثمار، بل حتى الماء الصالح للشراب. البلاد في أشد الأزمة، والسلطة لا تفكر إلا في مقاومة خصوم. من يخالفها الرأي نقابي كان أو سياسي فهو مجرم وشيطان، ومكانه الوحيد هو جهنم. هذا الشيء أيها الإخوة هو المقصود منه الانتقام ممن اعتقلوا وممن لم يعتقلوا بعد. هذا لن يفيد السلطة إطلاقا، لأن هؤلاء والذين سيأتون ناس مرسوا الحياة ما وجربوا السجن، ولهم من الشجاعة النفسية والروحية الكبرى التي ستهزم حديد القضبان. وهي تريد أن ترعب الشعب، والشعب ما هوش مرعوب. أنا نشوف في المحطات الإعلامية ومشكورين الإعلاميين، بتقاش واحد يدافع عن وجهة نظر السلطة في وجهة ثلاثة أو أربعة ينتقدونها بشكل مفتوح وغير خائفين على أنفسهم، رغم هذا المرسوم عدد 54 السيء الصين. إذن أيها السادة والسيدات، هذه السياسة الخرقاء لن تفيد السلطة في شيء، بل ستضعفها، لن تفيد البلاد بل ستعمق أزمتها. ولذلك وبهذا أنهي، الاستبداد والقمع لا يميز بين شخص وآخر، بين اتجاه وآخر، هو يستهدف الجميع. جاء الوقت بأن يوحد الجميع كلمتهم في وجه هذا الاستبداد، لأنه دون توحيد الكلمة وتوحيد الصف وتوحيد العمل لن يتغير ميزان القوى لفائدة عودة الشرعية وعودة الديمقراطية وعودة الاستقرار وعودة الأمن والأمان للشعب التونسي. كلمة أخيرة، الاستبداد يوظف دائما أجهزة الدولة، أجهزة الإدارة وأجهزة الأمن وأجهزة الجيش، وهي أجهزة تابعة للأمة التونسية، للشعب التونسي، للدولة التونسية، محمولة على شيئين: الحياد السياسي، لا تأخذ موقعا في الصراعات السياسية بين الأنظمة مهما كانت ومعارضها، وهي مقيدة بالقانون، بعلمية القانون. مع كل أسف.
وأنا شخصيا نفهم ربما زملائي ما يخاطبونيش في الرأي، أن الموظف محمول على أن ينفذ أوامر السلطة السياسية، ولكن أقول لمن ينفذ أوامر السلطة السياسية انتبهوا، هناك القانون، هناك السلامة الجسدية، هناك حرمة البيوت، لا تستهينوا بها أو تتحملون مسؤوليتكم. ولذلك في نهاية هذه الندوة أدعو إخواننا في قوات الأمن وقوات الجيش وفي الإدارة أن يتمسكوا بالحياد السياسي وبعلمية القانون. وشكرا. الكلمة الآن للأستاذ سمير ديلو، فعلا سهو ويا له من سهو. على ذكر الصديق نور الدين بوطار، وقد عرفته منذ 40 عام صحفي في الشروق حينها، وتألق في مهنته وترأس أهم مؤسسة، مؤسسة راديو، مؤسسة إذاعية، وتعرض إلى الاعتقال في نفس ظروف الغموض من حيث التهم الموجهة إليه، وبنفس الطرق التي تقوم على دوس الإجراءات وخرقها وخرق القانون. السيد نور الدين بوطار الآن هو محل موضوع إيقاف واعتقال، وهو واحد من 8 الذين تم اعتقالهم في الأيام 4 الماضية، والذين تتضامن معهم الجبهة ومع أسرهم ومع مؤسساتهم ومع هيئاتهم التضامن المطلق. وسيتفضل الأستاذ سمير لإلقاء الضوء على ملابسات اعتقال السيد نور الدين بوطار. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا. أنا سأبدأ ببعض الملاحظات ثم سأتعرض إلى ما أطلق عليه الأستاذ نجيب إلقاء بعض الضوء. لن أتعرض إلى تفاصيل الملفات، تعلمون أن محمول علينا واجب التحفظ وهي محمية بسرية التحقيق، ولكن الأهم هو السياق ورد بعض الشبهات والترويج الخاطئ لمعطيات غير حقيقية. الملاحظة الأولى أن هذه القضايا لم تأتي في السياق الطبيعي الذي تنشأ فيه كل القضايا، وإنما جاءت في إطار تعليمات من السلطة السياسية علنية متلفزة في لقاء رئيس الجمهورية مع وزيري الداخلية والعدل، وقيلت فيه جملة ستدرس في مدارج القانون أن هناك ملفات تنطق بالإدانة بناء على أدلة وليس مجرد قرائن قبل أن تنطق بها المحكمة، بينما يعلم حتى غير المختصين في القانون أن كل مشتبه به أو مظنون فيه أو متهم لاحقا محمي بمبدأ مقدس هو قرينة البراءة، وأن الإدانة تنطق بها المحاكم بعد توفير كل شروط المحاكمة العادلة إثر حكم بات ونهائي. الملاحظة الثانية أن ما يجري فعلا غير مسبوق، وأتحمل مسؤوليتي كاملة في ذلك، وهذا ما أصبح يكاد يجمع عليه الجميع. أولا الملفات تنطلق وتنتهي كل إجراءاتها التحضيرية في ساعات، وسأعطي أمثلة على ذلك. ثانيا هناك بعض الموقوفين ليس لهم تهم، ما انتهى به الأستاذ نجيب، السيد نور الدين بوطار المدير العام لإذاعة موزايك لحد هذه اللحظة ليس له ملف ولا قضية ولا تهمة، قبض عليه وتمت دردشة حول ممتلكاته، حول المساهمين في إذاعة موزايك، وخاصة حول الخط التحريري لإذاعة موزايك وخلفيات استدعاء بعض الضيوف وأداء بعض المحللين أو ما يعرف بالكرونيكر. الملاحظة الثالثة أننا لم نعد نتحدث فقط عن خروقات أو انتهاكات، وإنما نتحدث عن حالة من الإفلاس من العقاب في المادة الإجرائية. أصبحنا في الملفات نحصي
ما تم احترامه من الإجراءات القانونية وليس الانتهاكات، لأن الانتهاكات لا تحصى ولا تعد. مثلا أعطي مثال، ملف الأستاذ البحيري هو ملف بموجب الفصل 72 الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، في شخص وحيد هو الأستاذ البحيري حول تصريح موجود في ملف تدوينه، ولكن بحثنا وبحث كل من أرادوا الاهتمام ملف لن نجد تدوينه حول تصريح في تحرك نظمته جبهة الخلاص في 8 جانفي 2023. نحن سقف توقعاتنا وانتظاراتنا وطموحاتنا نزل من اللي قلنا أنه لا يجرم الرأي ولا يمكن المساس بحرية التعبير. إلى الحديث على المرسوم 115، جاء المرسوم 54، السلطة في إطار تدحرج متواصل الذي حذرنا منه لم يعد يرضيها حتى إحالة معارضيها بالمرسوم 54 اللي فيه 5 سنين سجن وعشر سنين سجن إذا كان الأمر يتعلق موظف عمومي أو شبه موظف عمومي ومئة ألف دينار قطيع. أصبح المعارضون يحالون بموجب تصريحات على الفصل 72 مجلة الجزائية الذي ينص على ما يلي: يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا باستعمال السلاح وبث القتل والسلب والهرج بالتراب التونسي. فقط إعدام فقط على تصريح. أعود الملفات، أنا نحب نحي زوز أشخاص، السيد نور الدين بوتار والسيد كمال طيف، ما عندهمش تهم. السيد نور الدين بوتار لحد الآن ما عرفوش التهم نتاعو، السيد كمال طيف محال في تهمة التآمر، ولكن مش منسوب له أفعال. قال له استقبلت دبلوماسي في دارك، ما قالوش لا قابلت خيام التركي ولا قابلت عبد الحميد جلاسي لأنهم قابلهمش وما يعرفهم. إذا لحد الآن المحامين نتاعو يتساءل. بالنسبة للبقية، شنو هي تهمة التآمر علاش قايم؟ أنا صرحت قبل ما نطلع على الملف موجود تدريب، قلت هذه ملف القهوة مش احتكار القهوة، مش تعلق بالاستيراد، لا لا، اللي شرب قهوة مع خيام تركي باهي، وخيام تركي شنو ارتكب؟ ارتكب جريمة أنه قابل بعض الدبلوماسيين، استقبل في داره دبلوماسيين أجنبيين أرقام السيارات سجلة وإلى غير ذلك، وأصبح كل من يشرب معه قهوة يحال. الأستاذ نزل العكرمي يشرب قهوة مع خيام تركي في أحد أحياء العاصمة محال على قاضي تحقيق بالكتب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومحامي يداهم منزله ليلا يتطالوا استدعاء باش يمشي للقاضي ومن بعد يرجعوا له ويعتقلوه ويفتشوا داره. علاش؟ لأنه شرب قهوة مع خيام التركي. والمحجوزات شنية؟ سونداج نتاع مؤسسة جسور اللي ترأسها خيام تركي، غلاء الأسعار كيفاش؟ ما الناس هذوما مجرمين وإرهابيين كما قال أعلى هرم السلطة، لأنه الحديث دار حول الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد وغلاء الأسعار. ونحن طرحنا سؤال على الجهة، قلنا لهم اللي يحب يغلي من المعارضين لنفرض أنه صحيح يحب يغلي في الأسعار، كيفاش؟ كيفاش يدخل في منظومات الإنتاج؟ وكيفاش يدخل في المالية العمومية وفي التصنيف الائتماني لتونس وفي مسالك التوزيع؟ ما ثماش جواب. ماذا ينسب لهؤلاء جميعا؟ كيفاش باش يبدلوا هيئة الدولة؟ من خلال محجوزات فيها بطاقات زيارة ما يعرف باللي كارت فيزيت، واحد حاجزين عنده 140 كارت فيزيت، الاخر 40 كارت فيزيت، هواتفهم، هواتف افراد العائلة، حواسيبهم. ولهنا سأبدي ملاحظة بخصوص ممارسة خطيرة جدا وغير مسبوقة. عملية الحجز والتفتيش جي في إطار قضية ومع احترام الإجراءات والموجبات القانونية في هذه الملفات، وتبينوا جيدا ما سأقول، أصبح التفتيش والحجز مش في إطار قضايا ولكن لصنع قضايا. شخص قام بتصريح، سألنا لماذا تفتيش منزله؟ تصريح لا وجه لي في وسائل التواصل الاجتماعي، تفتيش منزله عسى ما قد ستكتشفه عملية التفتيش والحجز من تهم مفترضة، وهذا خطير جدا. التجاوزات والانتهاكات
اقتحامات تمت ليلا وبدون احترام اي اجراءات، والعالم الكل يعرف انه خيام التركي تم اقتحام منزله وايقافه على الساعة 5:30 من صبيحة الاحد، بدأ احتساب الاحتفاظ على الساعة 2 من فجر يوم السبت، على يوم السبت بدأ احتساب الاحتفاظ على الساعة 2 من فجر يوم الأحد. سألنا ليش؟ لأنه قطب الإرهاب جابوا له الملف فجر يوم الأحد. إيه قبل تحذب شكون كان صارت له حاجة؟ من المسؤول؟ لا جواب. هذه حيل إجرائية. الناس الكل يعرفوا أنه بترتيب الإيقاف خيام التركي كمال طيف عبد الحميد جلاسي في انتهاء مدة منع المحامين، الترتيب تقلب، أصبح عبد الحميد جلاسي هو الذي تنتهي فترة المنع قبل 6:30 صباحا واللي بعد 9:30 صباحا إلى غير ذلك، يعني مثلا ماشي حتى إجراءات. بالنسبة للأستاذ البحيري نفس الشيء، تمت مداهمة منزله، تم إيقافه بدون احترام أي إجراءات، تم إيقافه على الساعة 8 ليلا. كل العالم يعرف، الرأي العام الوطني والداخلي، أنه القوات الأمن موجودة في منزله على الساعة 8 ليلا. الإذن بالاحتفاظ متى قدم؟ على الساعة 11 ليلا. اسألنا إذا كان صارت له حاجة في كذا ساعة تلك من المسؤول؟ لا أحد. إذن احتجاز تعسفي، محامين يقع الاحتفاظ بهم في بشوشة، علما بأن الجهة الأمنية ليس لها الحق بالقانون مرسوم 2011 أنها تستجوب محامي وأنه يستجبه قاضي التحقيق. إذن الاحتفاظ بهم في بشوشة لماذا؟ أحد القضاة اللي ذكرهم الأستاذ نجيب واللي هو وسائل الإعلام تحكي على قضايا الإرهاب وقضايا الاغتيالات وكذا، هي شكاية من أمنيين أحالهم عندما كان وكيل جمهورية وبعد خذاه عدم سماع دعوة في الطور الابتدائي، اشكاوا به يوقفوا ويحتفظوا به. شوف الفين وصلنا. أنا فقط ما لن أطيل في التفاصيل، أكتفي بملاحظة أخيرة. ملخص هذه القضايا، قرار من السلطة السياسية بإطلاق المجال، إطلاق يد الأمن لاعتقال المعارضين. المرحلة الثانية هي التنفيذ من خلال حالة من الإفلات من العقاب وعدم احترام الإجراءات القانونية. المرحلة الثالثة سيرفيس بريفون اللي شفتوا البارح، هذوما ناس مجرمين وإرهابيين وما زالوا لم يستمع لهم قاضي التحقيق بعد، ما زالوا في الأبحاث الأولية وبعضهم لم يجب، وحتى اللي تعدى البارح لحاكم التحقيق ما تمش خوف في الأصل، والسلطة السياسية تعلم أنهم مجرمين إرهابيين. هذا حال القضاء في البلاد. شكرا جزيلا على كل هذه الأحاديث. باش نعطيكم الكلمة الأخ منيا الرحيم زوجة سي عبد الحميد الجلاسي، ستعطي شهادتها تتفضل. شكرا خير الناس الكل. أكيد برشا من الحاضرين لهنا يعرفوا عبد الحميد وتقابلوا معاه وأجروا معاه لقاءات صحفية، وبالتالي معناها يعرفوا حتى طريقة تفكير عبد الحميد وأسلوب عيشه وما إلى ذلك. احنا تم اقتحام دارنا نهار السبت 8 متاع الليل، وأقول لهنا تم الاقتحام لأنهم هما في ضرب النقوز متاع الدار، هو خرج باش يحل الباب، ولكن في انتظار معناها المسافة، احنا نسكن في العمارة، المسافة بين الدار وبين باب الرئيس متاع العمارة ما قدروش يستناو، فنقزونا من الحيط، من الحيط متاع العمارة نقزو في الجردة. ما نطولش في التفاصيل، يعني قرابة 12 واحد دخلوا حجزوا لي الهاتف نتاعي، حجزوا لي الهاتف نتاعو، فركسوا الدار. أنا عادي جدا انهم ما همش باش يلقاو حتى شيء، خاطر فعلا ما عندنا حتى شيء. من بعدها هزوا الاورديناتور نتاعي، قلت لهم الاورديناتور هذا راهو نتاعي، راهو في خدمتي، راهو فيه قرايتي، وانتم اذن التفتيش نتاعكم راهو خاص بعبد الحميد ماهوش خاص بمنيا ابراهيم. قالوا لا انت واللي في الدار واللي فما الكليه على ذمتنا احنا. انتم شكون؟ احنا الداخليه. شكون انتم من الداخليه؟ الداخليه فيها برشا. قال لي احنا الداخليه.
وين باش تهزوه ساكتين. علاش باش تهزوه؟ ما فما حتى اجابه. 8 نتاع الليل نهار السبت انا نعتبر ان زوجي تم اختطافه من قبل عناصر تابعه لي، لا اقول تابعه لمجهول ولكن تابعه لاحد مؤسسات الدوله وهي وزاره الداخليه، لا اقول انها تابعه لمجهول لانهم قالوا احلى الداخليه. اعتبر ان وزاره الداخليه قامت باختطاف زوجي، مش باش نخوض في الاخلالات الاجرائيه، وبل اني معناها نقول في الجرائم الاجرائيه اللي ترتكب اليوم في حق المعتقلين. عبد الحميد الجلاسي قدم استقالته من حركه النهضه منذ اكثر من سنتين، واختار ان يكون ناشطا سياسيا مستقلا. عبد الحميد من السياسيين القلائل اللي قدم مراجعات، ومن السياسيين القلائل الذي قدم اعتذارا للشعب التونسي، ومن السياسيين القلائل الذي صرح في وسائل اعلاميه وقال انه مستعد لتحمل المسؤوليه السياسيه والجزائيه اذا كان ارتكب افعالا توجب ذلك. عبد الحميد الجلاسي سياسي كاتب له عديد الاصدارات، له عديد المقالات منشوره في الصحف الورقيه التونسيه وفي الصحف الالكترونيه وفي صحف خارجيه. عبد الحميد ايضا هو مشغول بالشأن التونسي، مشغول بمستقبل تونس. وين تونس؟ وين تنجم توصل اليوم؟ إضافة إلى ذلك، وأعتقد أن هذه جريمة عبد الحميد التي ارتكبها، أنه عبد الحميد منذ 25 جويلية 2021 أعلنها صراحة وبكل وضوح أن ما صار في تونس هو انقلاب، هو انقلاب على الدستور، انقلاب على القانون، واعتبر أن قيس سعيد قد فقد شرعيته كرئيس باعتباره انقلب على الدستور الذي أدى عليه اليمين الذي بموجبه مارس صلاحيته كرئيس دولة، واعتبر أن قيس سعيد لم يعد رئيسا للدولة التونسية بموجب هذا الانقلاب. صرح بهذا في كل وسائل الإعلام، صرح هذا في تدويناته اليومية على الفيسبوك، ولم يتوانى يوما ولم يتوقف يوما عن توصيف ما صار بأنه انقلاب. هذه جريمة عبد الحميد. اللي نحب نقوله لهنا، عبد الحميد تقريبا اللي حاضرين الكل لهنا يعرفوا انه تعرض للتعذيب في سجون بن علي. عبد الحميد عدى 17 سنة في سجون بن علي تحت التعذيب المادي والمعنوي. في 2007 تم اعتقاله في 6 أفريل 1991، خرج من السجن في 7 نوفمبر 2007. خرج، حاجة الوحيدة اللي خرج بها طبعا كرامته وشرفه كمناضل ضد الاستبداد، ولكن ايضا خرج بالمرض، خرج عافانا وعافاكم الله بمرض خبيث، بمرض السرطان اللي تسبب له فيه هو ظروف الاقامه في السجن وهو التدخين السلبي. وقت اللي مشينا لصالح عزيز الدكتور اللي باشره قال له لا يمكن اني نصدق انك انت ما تكيفتش سيجارو في حياتك. قال له يا دكتور راني ما تكيفتش حتى سيجارو ولكني كنت مقيم في غرفة فيها مدخنين. اليوم عبد الحميد الجلاسي موقوف في بيت، وهذا ما صرح به للمحامين اللي قابلوه، موقوف في بوشوشة في غرفة يعاني فيها مما عاناه سابقا في سجون بن علي وهو التدخين. أنا نعتبر أن صحة زوجي مهددة جديا، لأنكم تعرفوا أنه معناها المرض الخبيث يؤثر في مناعة الإنسان. نعتبر أنه صحة زوجي اليوم مهددة جديا، وأحمل المسؤولية رأسا إلى من أصدر الأمر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنا أغتنم هذه الفرصة أستاذ نجيب، أستاذ سمير، وكل السادة المحامين، وأطلب منكم بكل لطف أنكم تثيروا دعوة باسمي الشخصي في حق السيد قيس سعيد، في حق السيد قيس سعيد، ضد السيد قيس سعيد بتهمة التحريض على العنف وعلى الكراهية، بتهمة تهديد حياتي الشخصية. اليوم وقت اللي يخرج في تصريح
ويقول انه الذين تم اعتقالهم هما اللي سبب في الاحتكار، وهما سبب في غلاء المعيشه، وهما سبب في تجويع التونسيين. انا نعيش في حي شعبي والناس تعرفنا، فاني نعتبر انه حياتي ولات في خطر. وقت اللي يولي معنا زوجي متهم انه هو السبب في تجويع الشعب التونسي، العباد في اي لحظه تنجم تهجم عليه. وقت اللي راجلي مواطن تونسي بسيط كي التوانسه الكل. شكرا. اولا نعتذر للساده الصحفيين والسيدات الصحفيات اللي ما تمكنوش من دخول القاعه، وثانيا استمعتم الى صوت القانون واذا صوت الحق في وجه الباطل، واحنا نعملوا عليكم باش تنقلوا هذا الشيء الى الراي العام. والكلمه لكم، واعتذر نيابه عن السيده سعيده العقلي اللي كان المفروض تعطي شهادتها هي الاخرى عما وقع لها كزوجه السيد نور الدين الخيري، لكن اضطرت للذهاب الى زيارته اليوم صباحا في المستشفى نظرا لتدهور صحته، وقد تعرض الى التعنيف والى الكسر في مستوى اليد، ورفض قاضي التحقيق معاينه هذه الاضرار او الاذن بعرضه على الفحص الطبي وفقا لما يجيبه القانون. اذا الى عندكم مساله فنحن على ذمتكم. حين بنصع هذه واحنا عايشين، متاكد من سي سمير هل تم فعل النقل لنجي الحي ما يتم تداوله الان؟ لقد من عاش بشهر تاكد هذه المعلومه. طبيبه مركز الاسعاف بوشوشه اعلنت منذ صبيحه امس بتحويله الى احد المستشفيات المعروفه بالعاصمه، وعندما حمل في سياره الايقاف كان يظن انه موجه للمستشفى، ففوجئ بنفسه في مكتب حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك ما دفع المحامين إلى رفض الخوض في الأصل حتى يتم حمل المستشفى، وهذا ما يتم ولكن بعد إصدار بطاقة الإيداع. ما عنديش معلومة أنه في قسم الإنعاش، المعلومة اللي عندي وأني في أحد المستشفيات، وذلك علاش سي نجيب قال لكم أنه زوجته اللي كان المفروض أنها تحضر معنا اليوم حولت له المستشفى. سمير فقط سؤال بالنسبة محلين على قضيه التامر على امر الدوله، من هم؟ على الاقل هم سبعه مثل عددهم، وانتم من تنوبوا بالضبط؟ هما الاسماء اللي تعرفوها، ثم اسماء اخرى مش لازم نعرفوها لانها اسماء غير معروفه، ما عدا اللي عرف منها واللي تم اطلاق سراحه هو دبلوماسي سابق اللي هو صديق والد خيام التركي، ثم شخص اخر من احد المدن في الجنوب التونسي، ثم تشابه في الاسماء، وثم زوج اشخاص اخرين مش لازم تعرفوا اسماء، ولكن الاسماء المعروفه هي كمال طيف، عبد الحميد جلاسي، خيام تركي، الازهر العكرمي يحال على التحقيق لانه محامي، لانه الايقاف نتاعه يوفى غدوه، مده المنع المحامين من زيارته توفى غدوه صباحا، اذا غدوه باش نمشيو وقال التحقيق في قتل القضاء لمكافحة الإرهاب. والبقية هي كما قلت لكم نور الدين بوطار سمعوه لكن ما عندوش تهمة واضحة وما عندوش ملف، ووليد جلال تم اعتقاله البارح على خلفية قضية أخرى ما عندهاش علاقة بالتأمر. تقولون هناك خلل في الإجراءات، ولكن الجهة المقابلة السلطة الحزمية تقول أنه التعرض بالإجراءات لا يعني إخلاف من الإيقاف، وعندهم القرائن التي تتقي إلى الأدلة. ما هي الروايات السليمة على القضية؟ انتم عندكم زوز روايات، روايه من اطلعوا على الملف ولكنهم مقيدون بسبب التحقيق ما نجموش يدخلوا ياسر في التفاصيل، وروايه ثلاثه روايات، روايه ناطقين غير رسميين باسم السلطه اللي عندهم كل التفاصيل ويعرفوا حتى المحجوز ومكوناته، وروايه السلطه السياسيه اللي هي في الاصل ما عندهاش دليل على الملفات، ما عندهاش الصلاحيه، واللي هي اعلنت الاداره مش بعد انتهاء الاستماعات الاوليه اللي بحكم البدايه قبل الايقافات. تفاعلا مع السؤال، القانون يقول كل انسان بريء حتى تثبت ادانته من خلال محاكمه عادله ويصدر حكم بارد، ما يكفيش حكم ابتدائي واستناد، وما يكفيش يلزم تنتهي اجراءات الطعن بسلوك حكم تعقيب.
طيب إذا كان الإجراءات لا تحترم، إلى التفتيشات تصير خارج القانون، إلى جلب المتهمين يصير خارج القانون، إلى التهم هي الجزافة يلقيها رئيس السلطة السياسية في البلاد، ولا المحكمة تتكلم ولا المحامين يصدقوا ما قال بل يفندوا ما قال، لكم أنتم مش تحكموا شكون اللي على حق وشكون اللي على باطل. شكون يحب تفضل تفضل. حبيت نفهم أنا حبش الخبر، حبيتنا نشوف قراءتكم أو تفسيركم علاش الإيقافات هذه نسمعوا بها قبل من جهات غير رسمية، كل مرة نفس الإيقافات يحكي عليها فيسبوك ومن بعد يصير إيقافات كما حاليا تونا تلقى علينا يحكيوا على إيقاف وديع الجريئة وغيره. حبيتنا نقرا تفسيركم بخصوص هذه، وسؤالي بخصوص الخبر اللي يخص رشد غنوش من المسيح بخصوص وضعه الصحي تم نقله المستشفى في الشارع الأجنبية. بالنسبه للشيخ رشد الغنوشي حسب معلوماتي انه ما مشاش المستشفى، وانما صار متوعد صحي منعه من التحول الى جهه قضائيه، ولكن صحته فيما اعلم طيبه، واذا ما فماش منها. اي فما اضافه هذايا مما يدل على التخبط نتاع السلطه وخروج البلاد عن سياده القانون. لانه المفروض شنو تعملوا انتم يعني؟ اوكي طيب بالنسبه لشنو نعملوا؟ ايهاب باهي خلي سيدي تفضل. لا فقط في التفاعل مع سؤالك، نحن صارت لنا حوايج طريفه، ثم اشخاص معروفين مانيش باش نذكرهم اليوم يعطيو معطيات حول ملفات خاطئه، ولكن ثم حوايج مثيره للانتباه مثيره للتعجب، والاصل انها تفتح فيها ابحاث قضائيه. نحن في بدايه الجلسه التحقيقيه مع الاستاذ نور الدين البحيري، وثم صفحه من صفحات الناطقه باسم السلطه القائمه أعلنت أنه صدرت بتقتداء. هزيناها الحاكم تحقيق بيدو، قلنا نشوف هاي القضية اللي أنت قاعد مازلت كي بديت فيها، هاو سيعطوا القرار نتاعك. قال أنا ما نقراش الفيسبوك. قلنا له باهي أنا باش نستنى. صدرت بتقتداء. شكرا. نجيب سؤال أخير. توثيق التهمة في البداية كان تكوين وفاق التآمر على أمن الدولة. اللي سمعناه في التصريح امبارح تخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية، التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والاحتكار لتنكيل التونسيين. يعني هذا كله في اجتماع سياسي أو عشاء أو شرب قهوة، ما فهمتش. يعني كيفاش توصيف الجريمة بال كل الذين أوقفوا لم يكونوا مشمولين ب مأدوبة الغداء اللي نظمها سي خيم تركي في بيته لسياسيين معروفين من الصف الأول، حتى يحاولوا يقربوا وجهة نظرهم، ولم ينتهي اللقاء الأول والثاني إلى شيء، واستمرت اللقاءات في مقر أحد الأحزاب، وكانت مجرد تشاور لم يثمر إلى حد الساعة عن شيء ملموس، وأتمنى أن يثمر. بالنسبة للتهم، هي تهم جزافة، العبارة ما توضعتش هكاكا جزافة، توضعت حتى لتوصف أن وقت الإنسان ما عنده شيء على المتهمين سوى حقدوا عليهم لأنهم معارضين، وبالتالي حاول يشوههم بكل الوسائل وكل التهم، فوفاق لتغيير هيئة الدولة بالقوة. وين الوفاق هذا؟ الوفاق هو تقارب بين ناس لاستعمال العنف لتبديل هيئة الدولة، لا أساس له. شنو هي علاقتهم بمسالك التوزيع؟ شنو هي علاقتهم لا شيء. كيف ممكن هما يتركوا التهم جزافا الفاقدة لكل أساس قانوني أو واقعي، وإحنا نبدأ نفندوا واحدة راهم ماهمش تجار، راهم ما عندهمش علاقة بالتجارة إلى آخره. تهم جزاف غير جدية و مرافقة، والقصد منها إلهاء المواطن عما يعانيه يوميا في بيته، ولن تؤتي أكلها، لن تعوض له عن السكر والقهوة والرز والمقرونة والزيت والأدوية، وحالة
وسائل النقل وحالة التعليم وحالة الصحة اللي يعاني منها كل يوم، فضلا عن الفقر وعن البطالة. فبالتالي هي سردية سياسية خاوية لا أساس لها من الصحة، تواجهها سردية أخرى قانونية وشهادات واقعية تدل بأن تونس خرجت عن دولة القانون ودخلت مرحلة الحكم العظيم. فما يقول لي الأستاذ خبر أكيد، أنا ناخذ بتحدي نظرا لمسؤولية الإعلام أن بلغ السيد سمير الآن من مصدر موثوق ومطلع أن الأستاذ نور الدين البحيري في قسم الإنعاش في أحد المستشفيات بالعاصمة. بالنسبة للتحركات، احنا عملنا اجتماع سياسي يوم السبت على الساعة 3 بعد الظهر، سنحاول دعوة كل الأطياف السياسية. القمع لا يفرق بيننا ويجب أن نوحد كلمتنا في وجهه، وبالتالي الإجراء الأول هو اجتماع سياسي للتضامن مع المعتقلين وأسرهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم ولتوحيد كلمة توانسة مهما كانت انتماءاتهم، مش بركة سياسية حتى المهنية، كلنا محامين نقابيين رابطيين أحزاب سياسية إعلاميين ومنظمات الإعلاميين، كلنا معنيين بمستقبل تونس، مستقبلنا راهو كل واحد منا مهدد، مواطنين عاديين بالطبع. فبالتالي اليوم احترق المظاهرات، فبالتالي احنا عندنا اجتماع سياسي يوم السبت على الساعة 3 وسنخبركم بمكان العمل. استاذ احمد فارس الجنرال العام، في علاقة بالإيقافات التوقيت هذا، علاش التوقيت هذا والتصعيد في الإيقافات التوقيت هذا مع مناقشة تنجم تنقلوا ب سمعنا انه فما البنك الدولي باش يعطي فلوس لتونس مش في اشهر وانما في اسابيع، هل هو وكانه فرصة للنظام؟ احنا نتمناو يجي برشا فلوس لتونس لان في النهاية باش تفيد المواطن، لكن الاوهام ما تقدمناش. فما بعض الاعانات اللي تجي من البنك الدولي وهي مبرمجة لمشاريع معنية، وهذه عادية وتتبع ما عندهاش علاقة بالأزمة بصندوق نقد الدولي. الأزمة مع صندوق نقد الدولي أزمة خطيرة، لأن الصندوق أرجع النظر في ملف تونس لأنه ما شافش لا شروط الاستقرار السياسي ولا شروط الوفاق الاجتماعي ولا قدرة الدولة على تعبئة موارد مالية أخرى، لأن 1.9 مليار دولار ما يحل حتى مشكلة، هو جزء من تعبئة الأموال في السوق المالية ولدى الدول الصديقة والشريكة. المشكل أن كبريات البنوك الأمريكية الآن بيع في الرقاع التونسية باختف، هي شرات الرقاع هذه بأموال كبيرة لإعانة الاقتصاد التونسي، والآن فقدت الثقة مطلقا في إمكانية تسديد هذه الديون، وبالتالي هي تبيع فيها في الأسواق بأبخس الأثمان. المشكلة على درجة كبيرة من الخطورة، إذا كان ما نلقاوش الاستقرار، إذا ما نلقاوش الوفاق الداخلي، إذا ما نقدروش نعبيه أموال من الخارج، رانا ماشيين في غضون أسابيع لا قدر الله إلى الإفلاس، وراو المواطن اللي نتكلم عليه الأخ هو اللي باش يدفع الثمن الباهظ السياسي ديما تويسلكوه خاصة اللي يحكم. سمحني سؤال خاص بك انت، ينتقدوك برشا اللي انت تقف وتساند بخصوص الشخصية اللغز في تونس كمال الطيف، شعب تقب على الأقل كي نشوفوا حتى المواطنين البسطاء يقول لك يعني كمال الطيف رجعتونا شخص نظيف و ومستميتين في الدفاع عليه، باركونتر هو على مر السنين هو الرجل اللغز في تاريخ تونس. هذا تعطيني فرصة ما كانش أنا عرفت كمال طيف سنة 81 وظلمت صديق له إلى هذه الساعة،
أدلي بشهادتي في حدود ما أعلم أن هذا الرجل انقطعت علاقته بالدولة في عهد بن علي من عام 92 تقريبا، حيث سجن ووقع الاعتداء على مكتبه وعلى سيارته إلى آخره، وظل ذلك إلى رحيل بن علي. التقاه في آخر يوم بدون فائدة، ثم أشهد أنه كان على علاقة جيدة مع السيد باجي قيد السبسي رحمه الله. سيد باجي قيد السبسي يسكن في سكرة مش بعيد على مكتب السيد كمال الطيب، كل يوم في الأحداش تاع النهار قبل ما يروح لدارو يتعدى يشرب قهوة. فلما كان رئيس حكومة كانت علاقاته طيبة معه، ثم لما انتقل إلى رئاسة الجمهورية فيما أعلم وأعلم علم اليقين أنها انقطعت علاقته بالتمام والكمال مع المرحوم باجي قيد السبسي. أعلم كذلك أنه في وقت الترويكا كانت علاقته متشنجة وأريد إلقاء القبض عليه ولم يتمكنوا لأنهم لم يجدوا شيء، وظل الرجل ملاحق في وسائل الإعلام عن طريق التشهير وتلبيس، وحتى كتقولش بيشتاه صبر تقول كمال طيب، شتاه السعاد كمال طيب. فما يتداول يجب أخذه بكثير من فرجل مهتم مشغوف بالسياسة، له علاقات واسعة جدا بالإعلاميين وبالسياسيين، وأغلبهم ما يصرخوش بذلك، وأنا طول عمري نصرح بصداقتي لأنها تبنيت على نظافة ومستمرة على نظافة، وإن شاء الله تنتهي بعد عمر طويل على نظافة. فسيد كمال الطيب عنده علاقات واسعة مع السياسيين، عنده علاقات واسعة مع الإعلاميين، كان له تأثير في فترات ما قبل 7 نوفمبر وبداية 7 نوفمبر تأثير سياسي قوي، لكن غير هذا لا يمكن مؤاخذته بأي شيء. وإذا كان عندهم شيء يتفضلوا أنا يقولوا لي هاو من أجل آس هاي الواقع التي يجرمها القانون سابق الوضع، وهو مواطن تونسي نضمن له شروط المحاكمة العادلة، أما لا يمكن أن نلقي به في السجن حتى نوهم الشعب بأنه هالشخص اللغز هدايا اللي أنتم تتصوروها اللي هو المجسد للفساد هل ألقينا عليه الصلاة. أنتم ألقيتوا القبض على مواطن بشكل باطل، وأنتم عاجزون الآن على إدانته، وأنا كصديق ثقتي فيه كبيرة، ولله العلم أنا لا أتحدث إلا عما أعلم. شكرا لكم.